حضراتكم هنبدأ بأخبار النادي الأهلي ولاعبي الأهلي أجروا خلاص المسحة الطبية النهاردة بعد انتهاء المران الصباحي للفريق، واللي طبعا كان على ملعب التاتش. اللاعبين والجهاز الفني والإداري أجروا المسحة الطبية دي النهاردة وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة طبعا استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي يوم الجمعة اللي جاية. اللاعبين والجهاز الفني أجروا المسحة دي بعد المران الصباحي، وهتظهر النتيجة بكرة قبل 24 ساعة بالظبط من مباراة الإنتاج. نتمنى طبعا سلامة كل اللاعبين، والحقيقة ده مجهود إضافي، يعني حضراتكم لا تتخيلوا المسحة دي مؤلمة قد إيه، مش بس لعيبة نادي الأهلي، اللعيبة والجهاز الفني وكل أندية الدوري، فعشان كل لعيب يخضع لمسحة قبل كل مباراة ده الحقيقة شيء صعب، وفي كتير من اللعيبة بيبقى عندها حساسية وخوف، ومش هبالغ لو قلت رعب شديد جدا قبل ما ياخدوا المسحه. طبعا يعني اجراءات احترازيه لابد منها عشان سلامتهم هم بالظبط، اهم من اي حاجه زي ما كنا بنقول، اهم من الكوره واهم من اي بطوله سلامه اللعيبه وسلامه اي شخص. صحيح. نروح لريني فايلر.